فيكم تحبسوني بهذا المكان؟ يلا طلعوني من هون، أنا مالي مجنونة. يلا طلعوني من هون أختي، طلعوني مالي مجنونة. الله يلعنكم، يلا طلعوني من هون، طلعوني يا ربي. نحن ليش قاعدين هون والجو كتير حلو؟ شو رأيكن إذا منروح منتمشى شوي مع بعض؟ يلا يا روحي غير أوعيك لنطلع نتمشى. إيه والله فكرة حلوة، منروح من هون ونغير جو شوي. لا لازم أرجع على البيت بلا ما ينشغل بالها لأمي علي. أنتوا روحوا تمشوا، إن شاء الله المرة الجاية بروح معكن، موافقين؟ ماشي يا ابني، ما بيصير غير مثل ما بدك. رح غير أواعي وروح. طيب ماشي. لك هاد شو عم يساوي هون؟ شلون طلع من السجن وما خلصت محكوميته؟ تعالي خالتي اسمعي شو بدي اقلك. هلا انت بس حاولي تلهي علي بلا ما اشوفه لابوه ينقهر كتير. انا رح شوف جابر واحكي معه. مستحيل، انا ما فيني اتركك معه لحالك. تعالي تعالي. الله العليم شو ناوي لك هالمرة كمان؟ انا رح اجي معك لشوف شو بده. ما رح يصير لي شي، لا تخافي. بس هلا علي بيطلع لبرا، انت فوتي وحاولي تلهي خالتي، بس المهم انه ما يطلع لبرا. يلا شو بدك؟ تعالي. اسلام وسليم. ما في داعي للصالة بنوب، نحنا عم نفكر نساوي العرس بالحارة، هيك ما منتكلف كتير والكل بيجي. والله فكرتكم حلوة، أنا بحب الأعراس الشعبية. أساساً بأيامنا ما كان في لا صالات ولا غيرها بنوب، كنا نساوي العرس هون بالحارة، كل أهل الحارة يطلعوا ويعملوا دبكة كبيرة. وقتها البنات ما كانوا يروحوا على محلات الكوافيرة، والشباب كانوا يجتمعوا عند العريس ويعملوا له توديعة. كل شيء كان بسيط. صحيح، شو رأيكم نعمله بالساحة عند الجمعية؟ فكرة. ايه فكرة حلوة، والساحة كتير واسعة. لكن انا راح اشوف الشيخ يوسف لنتفق على هالقصة. بس اسمعوني منيح، رجائي ما راح اعزمه على العرس. ليش شو في بابا؟ لك هذا اذا سمع غنية على الراديو ما بيهدى بنوب. فكيف اذا كان موجود بالدبكة وبلشت العالم تغني وتدبك قدامه؟ تتهنوا ان شاء الله. سويتوا اللي براسكم؟ بالنهاية نجحتوا وخليتوا أسيل تصير مجنونة. فيكن تساووا عرسكن وترقصوا وتغنوا وتدبكوا على أوجاع أسيل. عم قلك أطلق وصراحي، أنت ليش ما عم تفهميني؟ شايف الكلبشات بإيدي وهربان من السجن شي؟ أنت بتكذب على طول. ليش لا يطلعوك من السجن بلا سبب؟ أكيد دفعت لحدا ليهربك من السجن. طلع فيني، بتروح من هون بسرعة ولا بخبر الشرطة عنك؟ لك خبر الشرطة ما بتفرق معي، خدي شوفي هاي ورقة إخلاء سبيلي. شبك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي صدقتك. شو بدك مني هلأ؟ شو بدي ما؟ يعني هلأ أنت مالك خايفة أبداً أني أقتلك لأنك رفضت تطالعيني من السجن، مو هيك يا بوران؟ قبل ما توفي الدين يلي عليكي أنا ما رح أعمل لك شي، فلا تقلقي بنوب. أنت ما إلك عندي شي، مفهوم؟ هلأ انقلع وروح من هون. أنت عم تغلطي يا بوران، بتعرفي إنه الديون يلي إلي عليك كبيرة، ضليت تعبي براسي لأجي لهون ورجع علي معي على البلد مشان الورتة، بس طلعتي عم تكذبي علي، بس ألاعيبك الوسخة انكشفت كلها، فهمتي شو عم أحكي؟ هلأ المفروض تدفعي ثمن اللعبة اللي لعبتي علي. تركني، أنت ما إلك عندي شي لأعطيك يا، تركني لشوف، تركني. تتذكري لما مات ابنك مين يلي جابلك ولد صغير وحطلك يا بحضنك ها؟ مين يلي خلاك تصيري أم ومين يلي خلى أبوك يصير عنده حفيد ها؟ يا عيب الشوم عليك، علي ابنك الوحيد، معقول ما بتخجل على حالك كرمال المصاري تبيع ابنك؟ انت شو من بين الآباء ها؟ علي؟ أنا جاهز، وين ماما؟ عم تحكي مع الجيران، ما بعرف شو الموضوع، شوي وبتجي. طيب وقف ابني، لوين بدك تروح؟ ما قلت لكم رح روح على البيت؟ هلا الاستاذ سليم وامي بيقلقوا علي. انت شو عم تحكي؟ شكران، شو الموضوع كمان؟ لسه شو رح يكون؟ حالة أسيل بتقطع القلب، ساءت حالتها واخذوها على مشفى المجانين ولبسوها مريول مجانين كمان وقفلوا عليها باب الغرفة. طيب امتى اخذوها؟ اليوم. هاي جايتي من عندها من المشفى، ما بتستاهل هالشي اللي صار مع ابنه. بس طبعا ما بهمكن هالشي، أسيل حياتها تدمرت وانتو بس همكن وين رح تساووا العرس. بكرة أو يلي بعده إذا هي انتحرت رح تكون خطيتها برقبتكن. انت منتبه شو يلي عم تقوليها شكران؟ إذا حالة أسيل سيئة شو ذنبون سليم وسارة بهذا الشي؟ طيب ونحن مقهورين، الله يشفيها ويعافيها بأقرب وقت. بس انت التانية كمان، مو كل شغلة بتصير بتتهمي سليم وسارة. بابا معه حق، شو ما صار معنا احنا ما قلنا علاقة، هي اللي غلطت بحق حالة أمي. أمك بوران حطت لك شوية حلويات لتاخدهم معك. شكراً، ما في داعي بنوب، أصلاً أكلت منهم كتير. بس أمك نبهتني إنه لازم خليك تاخدهم معك يا ابني. لا شكراً، ما في داعي خالي، وقت إجي لهون باكل منهم. الله ياخدك ويريحني منك، لك أنت ما بتفكر غير بالمصاري، ما بيهمك أبداً شو ممكن يصير بابنك. هذا الشي ما بيخصك بنوب، هلا انت احكي لي رح تساوي الشيء اللي قلت لك عليه ولا لا؟ ومن وين انا بدي اجيب لك هالمبلغ كله؟ اه انت ما بتعرف انه بابا مستحيل يقبل يعطيني مصاري بدون ما يشوفه لعلي؟ معناتها خدي لعلي وروحوا على البلد. ها علي مستحيل يقبل بهيك شيء. ما بيهمني هالحكي ابدا، انت لاقي اي طريقه واقنعيه مشان يروح معي، بعدين بتجيبي لي المصاري يلي هن من حقي. عم تفهمي علي؟ وقال لي صدقيني بروح لعند أبوك هشام وبحكي له كل الحقيقة. القرار إليك، إذا ما بتسمعي كلامي يا بوران رح تخسري أبوك والورتة والجاه والمال وعيلتك وزوجك، ورح تصفي لحالك من دون أي شيء.
كتير زعلان على وضع أسيم، بس في شغلة ما عم تفوت براسي، مو معقول يفوتوها على مشفى المجانين بهي السرعة. في إلنا بالقصة. شو بيعرفني؟ وأنا ما فهمت شي. فوتوها على مشفى المجانين ولبسوها مليون المجانين بهالسرعة. رايح على المشفى لأعرف شو القصة. وأنا جاي معك. لا أنت خليكي هون، القصة ما صار لزمان صايرة، لهيك مو ظابطة تروحي هلا. بخاطركن. وعلى فرض اني قدرت اقنع علي يرجع معي، انت شو عرفك انه ابي رح يعطينا كل املاكه؟ اه وكأنك ما بتعرف ابي بنوب. اذا شك بشي ما رح يخلينا نشوف المصاري غير باحلامنا. هالموضوع مو بهالبساطة. ولك انت هلأ لحتى جاي تحكي لي انه هالموضوع مو بهالبساطة؟ لا تختبري صبري وساوي يلي بقلك عليه وبس. بس انت بتعرف ابي كيف بيفكر اكتر مني جابر، وقت نطلب منه هيك مبلغ كبير اكيد هو رح يشك بالقصة. هالحكي ما بيهمني ابدا، اعملي كل يلي بدك ياه، المهم تقنعي علي انه يروح معك على البلد، بعدين بتجيبي من ابوك المصاري يلي هن من حقي، والا صدقيني بعدين بروح لعند ابوك وبحكي له كل شيء. الموضوع عندك، فكر منيح واعطيني جواب بسرعه. طيب علي ليش ما بتضل عنا كمان وبعدين منطلع مع بعض ومنوصلك على البيت بطريقنا؟ ليش أنا صغير وبدي حدا يوصلني؟ بروح لحالي. أنت بدك تروح؟ استنى منروح كلنا سوا. شكراً، أنتوا بدكم ساعتين لتجهزوا حالكم وأنا مستعجل. بتشكرك على كل شي ساويتي من شاني. أنت شو عم تقول؟ ليش أنا شو ساويت؟ يلي ساويتي كتير، بكفي أنه أنت وقفتي جنبي، ما خيبتي أملي مثل ما ساوى بابا معي، وما حاولتي تخدعيني مثله. ماما بوران أنا كتير بحبك. وأنا كتير بحبك يا روحي. شو هاد يا بنتي؟ آية الكرسي يا عمو، خدها وقراها بتنال ثواب. بس أنا حافظ الآية عن غيب، على طول بقراها. سونيا، مو أنا قلت لك مو ظابطة نوزعهم بهالمكان؟ إيه أخي، تفضل هاي آية الكرسي. ما في داعي، أنا حافظها. إيه، ما حدا عم يقبل ياخدهم، لمين بدنا نعطيهم يعني؟ يا حبيبتي، نحن كأنه عم نبيع المي بحارة السقايين، المصلين حافظين الآية وما في داعي ياخدوها. طيب شو بدنا نساوي؟ إذا نحن ما وزعناهم رح ضل عانس. لا انت جنيتي، وطي صوتك شوي، هلا بيسمعونا وبننفضح بعدين. لازم وزع آية الكرسي على الكل مشان يفتح نصيبي، وضعي أسوأ من وضعك، بالنهاية انت مخطوبة. مرحبا شيخي، كنا عم نوزع آية الكرسي على المصلين، والله نيتنا مو سيئة، مزبوط ناريمان؟ ايه طبعا مزبوط حبيبتي. ما في داعي توزعوهم، المهم هي نيتكم، وتدعوا بقلب طاهر، واللي كاتبه رب العالمين أكيد رح يصير، ورح يجي نصيبك بشي يوم، لا تقلقي.
قراءة آية الكرسي فيها ثواب كبير، بس الأعمال دائما حسب النيات. لازم تدعو لرب العالمين بنية صافية. حلو توزعوا آيات القرآن، وهيك بتساعدوا الناس ليتعلموهن، وهالشيء له ثواب كبير، بس وزعوهن بنية صافية. اقترح عليهم انه نعالج اسيل برات البلد، بس بالاول انتي لازم تاخدي التقرير الطبي. اذا اثبتتي انها مجنونه وما بتقدر ابدا تدير املاكها، ساعتها المحكمه اكيد رح تعينك وصيه شرعيه على املاكها. ساعتها كل الاموال فيك تنقليها لحسابك بدون اي مشاكل ميرال خانو. بس مثل ما قلت بالاول، اللجنه لازم تعطيني تقرير انها مجنونه. اخ نشف ريقي من الحكي، شو رايك ننزل على الكافيتيريا ونكمل حكي هنيك؟ بس المفروض نستعجل بالقصة كتير، يعني انت سرع بالإجراءات لو سمحت. تمام. الحقيقة خالتي شكراً معها حق، أسيل وصلت لهالحالة هي بسببي أنا، لو ما كنت هون ما كان صار فيها كل هالشي. رح روح وأحكي معها، بركي بتحكي اللي جواتها وبتفش غضبها وبترتاح. لا أصحك تروحي لعندها، مو الأستاذ سليم قالك لا تروحي؟ بالحقيقة هو معه حق، لسه من يومين أسيل حاولت إنها تقتلك. معقول تكوني نسيتي شو ساوت فوراً؟ مو جاية من قلبي ساوي العرس بعد كل المشاكل اللي صارت. الآن وقلبي مو مرتاح بنوب. أسيل صار لفترة عم تتصرف بطريقة غريبة، بس كيف بهالسرعة تحولت على مشفى المجانين؟ هذا الشيء اللي ما عرفته وحابب أفهمه. بالحقيقة وضع لأسيل بيخوف كتير أستاذ سليم. أما حكيت لي قبل شوي، من وقت ما كان عمرها 12 سنة عم تعاني من مشاكل نفسية. قالت لي من هداك الوقت عم تتعالج بأدوية عصبية، بس بالفترة الأخيرة ما كانت عم تاخد أدويتها، مشان هيك نوباتها العصبية زادت. يعني للأسف وضع أسيل الصحي والنفسي ما بيطمنوا بنوب. مو معقول بهالحالة أسيل مريضة نفسية. لا تشغل بالك، إذا ضلت هون تحت إشراف أطباء مختصين وأخذت العلاج المناسب، ممكن بأقرب وقت تتعافى من هالحالة وترجع لحياتها الطبيعية إن شاء الله. إن شاء الله. ابني، أهلين وسهلين. أهلين فيكي. أهلا وسهلا علي. يا روحي، أنا كتير اشتقت لك يا نور عيوني. أمي، أنت شبكي؟ طول اليوم قدامك، ما عم غيب عنك. والله ما بتحملت بعد عني ولا لحظة. انت منيح؟ اكيد ما عم تفكر بكلام الخالة شكران، مو هيك؟ لا ابدا، نسيته كله. كتير منيح. اسمعني يا امي، في شغلة واحدة بحياتي ما فيني اتحملها، هي اني شوفك مو مبسوط. انا لشوفك مبسوط مستعدة ساوي كل شي ابني. أصحك تنسى هالشي ماشي؟ خلص بكفي يا جماعة، على شوي رح أبكي ومو وقت الحزن هلأ. أنا كتير جعت، يلا خلونا ناكل. مالي جوعان، آسف، كله بدوني. طبعاً عبيت بطنك عند راوي ورقفت، مو هيك؟ آخ منك، أنا كم مرة قلت لك يا دوبن عم يدبروا حالهم، تعرف إنه في بالبيت أكل يا روحي. خلص لا تزعلي، بسيطة، لسه رح جوع كتير. أنا رح جهز الأكل، يلي بحب يجي يأكل. وقفي، أنا رح أجي ساعدك. تعالي بورجيك. أمي، ما بتعرف أني كنت عند أمي بوران. الله العليم قديش رح تزعل لما تعرف أني رح أنتقل لعيش عندها. أنا ما في عندي أب، بس في عندي تنتين أمهات. كل ما أقول إنه أحلامي تحققت.
وأنا وابني راح نعيش سوا، والأيام السوداء خلصت. بيطلع لي هالوسخ مرة تانية، مرة تانية سود لي حياتي. بعد كل شيء إجا وطلب مني إقنع علي إنه نرجع على البلد. على فرض لقيت طريقة لأقنعه، بس ليش لأخذ الولد لهنيك؟ ما صدقت قيمت علي وثق فيني وصار يحبني، شلون بدي أخدعه مرة تانية؟ أنتي ما في عندك أي خيار. إيه هاد هو الوضع حبيبتي، جابر إجا لعندك وهددك بكل وضوح، إذا ما أخدتي علي على سوريا هو رح يجي لعند أبوكي ويحكي له الحقيقة بيعملها، وبتعرفي إنه جابر بيعمل أي شكر ما لمصلحته. ما رح خاف منه أبدا، بعد ما وصلت لهون مستحيل أعمل شيء أخسر فيه علي لو شو ما كان، وخصوصا بعد ما ابني وثق فيني. علي ماله ابنك يا بوران، والمفروض تفهمي هالشي. بعدين صدقيني إذا أبوك يعرف إنه علي ماله حفيده الحقيقي ليتبرى منك وما يعترف فيكي. أبوك هشام ما رح يقدر يتحمل مثل هيك كذبة كبيرة، وإنت بتعرفي طول هالسنين وإنت عم تخدعي أبوك، وهو ما رح يسامحك لحتى يموت. ما بتفرق معي، لا يسامحني، أنا مستعدة ضل عايشة هون مع ابني. ساعتها أبوكي وحسان لو تطلع عيونك ما رح يبعتولك مصاري أبداً. وقتها فكرتي كيف رح تعيشي؟ سهل كتير تطلبي من علي يرجع معك على سوريا، بس أنتي شلون رح تهتمي فيه بعد ما أبوكي يقطع عنك المصروف؟ يا ترى رح تشتغلي مثل ما كانت تشتغل سارة؟ وتنظفي بيوت الناس مثلها؟ أنتي لليوم ما عشتي ولا دقيقة واحدة بقلة مصاري، مفهوم بوران؟ إنك تربي الولد لحالك من دون مصاري شغلة مالها سهلة مثل ما لك مفكرة. أسيل أصحك تأذي حالك لو سمحتي، إن شاء الله كل شي رح يصير منيح وإنتي رح تتحسني، أنا رح أعمل كل شي مشان ساعدك. سمعتي شو عم قول؟ أسيل إنتي بنت خالتي، يا ريت حكيتي إنك مريضة من الأول، كنت ساويت كل شي لساعدك، كنا لقينا حل قبل ما تسوء حالتك لهي الدرجة، بس الدكتور قال إنك رح تطيبي وإن شاء الله أنت بأقرب وقت ترجعي لوضعك الطبيعي، وأنا رح ساعدك بهالموضوع، هاد رح أقدم لك كل شي بتحتاجي. سليم أنا كنت عم استناك لتيجي، طمني شو وضع أسيل؟ والله ما أنا منيحة أبدا، بس حكيت أنا والدكتور هنن عم يعطوها العلاج وإن شاء الله بتتحسن بفترة قصيرة. إن شاء الله، أنا رح ضل إدعي لها لترجع لحالتها الطبيعية، بالحقيقة بسببي أنا أسيل وصلت لهي الحالة، كتير حاسة بالذنب تجاهها. لا أنت ما دخلك، ما لك علاقة باللي صار ابنه. أصلا أسيل من لما كان عمرها 12 سنة وهي عم تاخد أدوية عصبية. الدواء، لازم أخذ الدواء تبعي. أنا بعرف إنه أسيل كانت عم تاخد دواء، مرة بالصدفة شفتها عم تاخده. بعتذر لأني ما خبرتك وقتها، بس أسيل نبهتني ما أقول لحدا. طيب لا تزعلي أبدا، شو بيعرفنا أنه وضعك رح يسوء كل هالقد؟ يا ريت لو وقتها سويت شي، وإلا ما كانت وصلت لهالمرحلة، يمكن وقتها كنا قدرنا ساعدها.
أنا شايف إن أخذ راحتها على الآخر ومرتاحة كتير بدوني. شكلها عم تقضي وقت كتير حلو مع هذا الأستاذ. إيه بسيطة يا سارة خانم، انبسطي بهاليومين قبل ما يجي عزرائيل لعندك. بس لحتى أضمن إني حط إيدي على الورتة بصفي كل حساباتي معك. رح أقتلك إلك أول شي، بعدين رح أقتل لبوران وأدفنكم بإيدي التنتين. رح تشوفوا شو يعني تخلوا جابر يفوت على السجن وتعيشوا حياتكم على كيفكم. خلاص بترجاكي سارة، لا تضلي زعلانة، شو بيعرفك إنه هيك رح يصير معه؟ بعدين بتعرفي إنك كتير كبرتي بعيوني، يعني أنت احتفظتي بسر أسيل وما كشفتي لحدا. سليم أنا ما رح أرتاح أبداً لروح شوف أسيل وأحكي معه. بترجاكي أصحك تساوي هيك شي قبل ما تتعالج مو مزبوطة تروحي تشوفيها، شفتي بعينك شو ممكن تساوي لك. ما لازم تقربي منها هاي الفترة، بعرف إنه نيتك طيبة وهدفك تساعديها، بس ما بعرف شو ردة فعلها، يعني ممكن تأذيكي، فالأحسن تضلي بعيدة عنها. طارق ابني، انت ما قلت لي يا ترى حفظت الأدعية اللي علمتك ياهن؟ انت جاهز؟ اوه انا جاهز من زمان شيخي، امبارح. ايدي عم تحكني، الظاهر في شي قرصني بابا. وين بنتي؟ شوف هون. راحت؟ ما راحت، بتروح بعد شوي. ايه طارق، بس كتير عم تحكني بابا، ما فيني اتحمل. معناتها روحي حطي عليها شوية مي وتعالي. ايه طارق، الحقيقة انا مبارح جيت لعندكن على البيت اسمع لك يلي حفظته، بس شي ما قالت لي مانك بالبيت. شوفي يعني انا كمان حفظتهم، سمع لك ياهم. لا شيماء، طارق حفظهم قبل منك. ايه طارق عم اسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. شاطر يا طارق. يعطيك العافية مصطفى. الله يعافيك. أنت كم ساعة صار لك هون؟ 5 ساعات بالضبط. واضح أنك تعبان، أكلت شي؟ ما عندي وقت لأكل بنوب، لسه معي 30 دقيقة لحل هالأسئلة. وشو هدول؟ ولا شي. أنت عم تشرب أدوية منشطة مو هيك؟ مجبور أشربها وإلا رح نام من النعاس. أنت ما بتعرف إنه هذا الدواء كتير مضر بالصحة؟ عم تضيع لي وقتي. ليك مصطفى، طول الوقت بتضل عم تدرس وما عم تاكل ولا عم تنام منيح، لا وفوقها عم تاخد هاي الأدوية المنشطة كمان. شو يعني برأيك المنحة الجامعية أهم من صحتك؟ هالشي مهم بالنسبة لأمي وأبي، بترجاك خليني كمل دراستي هلأ. سهل كتير تطلبي من علي يرجع معك على سوريا، بس انت شلون رح تهتمي فيه بعد ما ابوك يقطع عنك المصروف؟ يا ترى رح تشتغلي مثل ما كانت تشتغل سارة وتنظفي بيوت الناس مثلها؟ انت لليوم ما عشتي ولا دقيقة واحدة بقلة مصاري، مفهوم بوران؟ خالتي عم تحكي صح، شلون رح اصرف علي وعابني؟
يا روحي، أنا ما حكيت لك إلا الحكي لا تزعلي، بس أنت بعمرك ما عشتي لا الفقر ولا الحرمان، ولدتي وبتمك في معلقة ذهب. مزبوط إنك بتحبيه لعلي، بس لا تفكري إنك لحالك بتقدري على تربيته. بترجاكي فكري منيح، إذا ما أخذتي القرار الصحيح فساعتها علي رح يضيع وأنت رح تضيعي. يعني جابر ما رح يتركنا نعيش مرتاحين إذا ما أخذ المصاري؟ معقولة ما كفى كل المصاري اللي أخذها مني لهاليوم هاد، وهلأ كمان عم يحاول يبتزني عن طريق ابنه؟ قديش كنت عمية لما حبيت هالزلمة، يا ريتني متت قبل ما أتزوجه. الله يلعنك واحد واطي، بس شم ريحة المصاري مثل الكلب ما عاد يتحرك من قدام البيت. يلي حسبت حسابه صار بسرعة. بوران محتارة وما بتعرف شو بدها تساوي. انت برأيك رح تاخده لعلي على سوريا؟ ما عندها خيار تاني، لأنها مجبورة تساوي هيك. بوران طول حياتها كانت عايشة عند أبوها عيشة مثل الأميرات. أبوها كان كتير يدللها وما يخليها تشتغل أي شغلة، وما رح تقدر تربي علي من دون ما أبوها يبعت لها مصاري، يعني ما رح تتحمل تعيش أسبوع واحد. لهيك ما عندها خيار تاني غير تساوي اللي قلته. بكرة بتشوف كيف رح تجي لعندي وتترجاني. يلا أمشي، ما في داعي نضل واقفين هون. بهداك السحاب. شوفي سارة، هاجر ممكن تاخدي محلي، لازم روح عندي موضوع مهم. طيب لا تقلقي، بس خير شو الموضوع؟ خلص وقت ارجع لهون بحكي لك. يا قلبي انا، الله يحميك يا روحي. بدك الشنطة تقبرني؟ طمنيني كيف أسيل، صارت أحسن شي؟ والله ما عم تحكي أبدا، الدكتور قال تعرضت لانهيار عصبي وبدها وقت لحتى تتعافى. المسكينة منهارة بالمشفى وحالتها بتقطع القلب، ويلي ما بيستحوا على حالهم عم يجهزوا للعرس. اخطيت هالبنت برقبة سليم وسارة، هنن الاثنين يلي دمروا لحياتها لأسيل. لا سليم ولا سارة لهم ذنب بهالشي، الظاهر أسيل صار لزمان مريضة. إذا لازم تلومي حدا فالمفروض تلوميني، لأنه طول هالسنين ما انتبهت على وضعها. من وين كنتي رح تعرفي هالشي؟ كلياتنا ما حسينا على مرضها. الأفضل تضل بالمشفى أحسن ما تعمل شي بعرس سليم وسارة، وخصوصا بعد ما حاولت إنها تقتل سارة. لهيك بترجاكي لا تضلي تحطي اللوم عليهم. الحمد لله انتهينا من كل هالمشاكل، وسليم وسارة رح يتزوجوا، وانتي المفروض هلأ تكوني مبسوطة مشان عرس ابنك، لأنه إذا صار شي ما رح تسامحي حالك. شلون بتفوت هيك؟ ليش ما دقيت قبل ما تفوت؟ سيد نزار، كنت بتعرف انه مصطفى عم ياخد هاي الادوية؟ هاي الادوية خطيرة، نحن لازم نخبر اهله بسرعة. طول بالك يا استاذ، اهله بيعرفوا انه عم يشرب هالادوية، هداك اليوم امه عطته الدواء بايده قدامي. كيف يعني؟
عن جد؟ ما بصير بنوب، معقول حدا يساوي هيك بابنه؟ الله العليم كم يوم صار له منايم، بركي صار له شي للولد، وقتها هنن شو رح يساوي؟ أمه إنسانة مثقفة أستاذ سليم، وأكيد هي بتعرف كتير منيح وين مصلحته، فالأحسن أنه ما تتدخل بشغلات مالك علاقة فيها وتساوي مشاكل. شلون بدي اطلب منك هالشي يا ابني؟ كيف؟ انت لاقي اي طريقه واقنعيه مشان يروح معك، بعدين بتجيبي لي المصاري اللي هن من حقي، عم تفهمي علي؟ والا صدقيني بروح لعند ابوك هشام وبحكي له كل الحقيقه. اذا ما بتسمعي كلامي يا بوران رح تخسري ابوك والورثه والجاه والمال وعيلتك وزوجك، ورح تصفي لحالك من دون اي شيء. القرار الك. لك الله ياخذك ويريحني منك، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك. بسام حاجة تقلب بالراديو، وترتني يا أخي، ما في ولا إزاعة. كنت عارفان إنك ما رح تتحملي ورح تتصلي فيني بسرعة يا بوران. بعد ساعة بشوفك على شط البحر. مستعد روح مشانك لآخر الدنيا يا سلطانتي. بعد ساعة بتلاقيني عم استناك هنيك. بوران خانم بدها تشوفها؟ ايه قال بدها تشوفني. لك أنا ما قلت لك إنه هي أكيد رح تتصل فيني، لأنه بتعرف منيح إنه اللعب مع جابر مثل اللعب بالنار، فهيك هي بالآخر بدها تساوي الشيء اللي قلت لها عليه. مرحبا، كيفك هاجر؟ أهلين. بدي أعزبك معي، ممكن تساوي لي صندويشة؟ لا عذاب ولا شي، رح ساويها فورا، بس أنت لا تستنى هون، أنا باخد لك ياها على غرفتك. لا لا، ما بدي الصندويشة إلي، لهداك الطالب اللي اسمه مصطفى. عم يدرس بالمكتبة لحاله وجوعان. نفسه هداك الطالب الجديد ما؟ إيه. صحيح، وين سارة؟ الظاهر عندها شي شغلة، طلعت بسرعة قبل شوي. غريب، صاير شي يعني؟ لا ما بتوقع صاير شي، بتكون نسيانة شي فاتورة بالبيت وراحت مشان تجيبها. انت لا تشغل بالك، هلأ بتجي. طيب. كمان رح أخذ عصير. صحتين وهناخد. يعطيك العافية، شكراً لك. الله يعافيك. صدقيني خالتي هذا اللي صار وكتير ضحكنا وقتها. يعطيكي ألف عافية أختي. الله يعافيك. يا ترى شلون فيني أوصل لمشفى الأمراض النفسية؟ لا
بتمشي من هون على طول لحتى تطلع لك الساحة قدامك وبتلاقي المشفى على إيدك اليمين. طيب شكراً إليك مصطفى، صار وقت الأكل. يلا مصطفى، مصطفى أنت منيح؟ مصطفى كنت متوقع هذا الشيء، لازم أخذه على المستوصف. شيماء، ليش ما خبرتيني انه طارق اجى لعندي؟ لانك عطول بتضل عم تهتم فيه، كون بعلمك انا اشطر منه وما في حدا اشطر مني. بس يا بنتي انا ما قلت لك انه هو اشطر منك، وما بصير انك تكذبي علي لانك بتغاري من رفقاتك. هو اجى على البيت بده يعني، وانت المفروض كان تساعديه مشان يقابلني، مو تسكري الباب بوشه يا بنتي. بنتي الحلوة الأمورة ما بتساوي هيك شي، لأن دائما بتحاول تساعد رفقاتها ليكونوا متفوقين، وما بتغار منهم أبدا، وبتعطيهم المحبة، مو هيك يا روحي؟ يلا تعالي لشوف. مصطفى انت منيح؟ شو صار لي؟ وين انا؟ واقف اهدى لا تقوم، انت بالمستوصف. انا فتت لعندك ولقيتك دايخ وواقع بالارض. انا لازم روح ادرس فورا، ما في عندي وقت. اهدى. قديش صار لي هون؟ لا ارجعنا لا تقوم، ما في شي بالدنيا اهم من صحتك مصطفى. ما ضل كتير للامتحانات، انا مضطر ادرس، بقيان لي شوي وبخلص. مصطفى انت ما عم تنام بنوب ولا عم تهتم بصحتك ولا عم ترتاح ابدا، فكيف بدك تقدم الامتحان؟ ممكن يصير لك شيء قبل ما تفوت على الامتحان. بس أنا منيح أستاذ. لا 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 خليك متسطح لا تقوم بنوب، أنا عم بحكي هيك مشانك مصطفى، مبين إنك تعبان أصلاً بهي الحالة ما فيك تدرس. بعدين أنا خبرتها لأمك وبعد شوي بتوصل. عن جد خبرتها لأمي؟ والله إذا شافتني هيك وقتها رح بتبهدل كتير. بترجاك استاذ سليم اعطيني شي دواء او منشط لصحصح، لازم اقوم منشان اذا اجت امي تلاقيني عم ادرس. خلصنا نا. مرحبا يا انسه. اهلين. اسيل اصلا موجوده عندكم، فيني شوفها يا ترى؟ لحظه، بالطابق يلي فوق. تفضل. شكرا لك. طيب فهمت عليك، قلت لك الملف قدامي على الطاولة، راح شوفه هلا ولا يهمك، راح شوف نتائج التحاليل وبعدين بخبرك. مع السلامة. لا تؤاخذني دكتور، اجيت لعندك من دون موعد. ما في مشكلة. كيف فيني ساعدك مدام ميرال؟ دكتور انت بتعرف الوضع الصحي لبنتي أسيل؟ ايه وضعها ماله سهل بنوب، بدها وقت للطيب. بالحقيقة عم فكر ابعتها لتتعالج برات البلد، بس المشفى يلي برا طلبوا مني تقرير طبي عن وضعها دكتور، يا ترى ممكن تساعدني بهذا الشيء؟ ايه اكيد فيني ساعدك مدام ميرال، بس ما في داعي لهالشيء، فيها تاخذ كل العلاج بهذا المشفى، وما في اي مشفى رح يهتم ببنتك اكثر او يعطيها اي علاج تاني. دكتور ما عندي شك بهالمستشفى ولا بكل الموجودين، بس الحقيقة أنا كنت مفكرة أبعتها لبرات البلد قبل ما توصل لهالحالة دكتور. الناس ما عم يتركوها بحالها، إذا عرفوا إنه بنتي فاتت على مستشفى الأمراض النفسية فوراً رح يصيروا يحكوا عليها مجنونة، وبالحقيقة أنا في عندي ولد غير أسيل، أنا هاملته وعم بهتم فيها، فالأفضل عالجها برات البلد من دون ما حدا يعرف. مفهوم، بس المفروض لنقدر نعطيك التقرير نساوي لجنة لهذا الشيء، ولازم نساوي لها شوية تحاليل ونشوف النتائج. عن جد أنا كتير بتشكرك دكتور. العفو مدام.
صدقني صحتك أهم من الامتحانات بالنسبة لأمك مصطفى، وأصلاً أنت عم تدرس طول الوقت، أمك على أكيد رح تتفهم حالتك هاي. ماما بدها ياني يعني يكون متفوق بالامتحانات، وإذا ما أخذت المنحة رح تزعل مني، وأنا ما عندي وقت لضيعه بنوب، لازم ضل أدرس لوقت الامتحانات. أنا ما عم قلك لا تدرس بنوب، بس يا مصطفى ما بصير تدرس وأنت بهاي الحالة، هذا الشيء رح يضرك أكتر ما يفيدك. يلا قوم ولا تخلي أمك تشوفك بهاي الحالة. بخيلك يا رب تبعد عنا المرض. انت اللي بدك تشوفي المريضة أسيل؟ ايه تفضلي لأخذك على غرفتها. ماشي. من هون؟ يا ترى انت سبق ورحت على السينما شي؟ لازم تطلع من هاي الحالة، تغير جو وتنبسط. لك في فيلم من كم يوم شفته كتير حلو، اسمه السلام، روح شوفه. عن شو بيحكي؟ عم يحكي عن واحد وجته كتير مشاكل ومصايب، بس لما يروح على غير بلد بيلاقي انه في اطفال عندهم مصايب اكبر من يلي كان عم يعاني منها. بنصحك تروح تشوفه، بتغير جو كمان. مصطفى انت منيح؟ ايه. شو صار لك؟ فيك شي؟ لا تقلقي، بس هو تعب شوي وهلأ صار منيح، بس انا برأيي الاحسن انه يروح على البيت مشان يرتاح، اغمى عليه من كتر الدراسة وقلة النوم والاكل، والادوية المنشطة اللي عم ياخدها مانا منيحة ابدا، في إلها اثار جانبية خطيرة كتير وخصوصا بهالعمر، هي رح تضره اكتر ما تفيده. ما في داعي تكبر الموضوع زيادة استاذ سليم، وبعدين ما ضل غير هالاسبوعين لوقت الامتحان، بس ينجح بتفوق وياخد المنحة ويفوت على جامعة محترمة بيرتاح كتير. بس مصطفى استاذ لا تتدخل بنوب، نحن صرنا سنتين عم نخطط لهالشي منشان ابننا مصطفى يدرس بأحسن الجامعات، وهلأ بس لأنه تعب شوي رح نتخلى عن هذا الحلم؟ مصطفى انت منيح يا روحي؟ ايه منيح امي. يلا امشي لك منشان ترجع لدراستك. بس يا مدام والمسا بالبيت بتحل المسائل يلي انت ما قدرت تحلها هون، امشي. تعال. لو سمحتي لا تطولي بزيارتك، وكمان إذا بتحبي أنا فيني ضل معك لتخلصي زيارة. شكراً، فيكي تستنيني برا. كنت عارفان انك رح تجي لعندي برجليكي يا بوران خانم. فهمتي انه ما عندك خيار غير انك تنفذي طلباتي؟ لا تخافي، اذا سويت يلي قلتلك عليه ما رح اذيكي،
أصلاً أنا مو خايفة منك. لا تفكر للحظة واحدة إنك رح تزلني أو تخوفني بتهديداتك هي. يعني أنت مو خايفة مني ما؟ معناها أنت ليش طلبتيني لهون؟ ها؟ أصحك تحاولي تبكي وتترجيني مشان أنسى الشيء اللي طلبته منك. أنا قلت لك شو المطلوب منك، يا بتساوي اللي قلت لك عليه يا أما أنا. يا أما شو رح تعمل؟ أنا ضيعت علي مرة جابر، ما ضل عندي استعداد ضيعه ابنه. معناها قدرتي تقنعي علي. ايه وانتو امتى رح تروحوا على البلد؟ انا سألتك يلا جاوبيني امتى رح تروحوا من هون؟ ما رح نروح على اي محل. شو قصدك يعني ما رح تروحوا؟ انت من وين جايب كل هالثقة لتتحديني وتوقفي بوشي؟ اطلعي فيني انا ما عندي مسح بنوب، مستعد هلأ اتصل بأبوكي وخبره كل شي. اتصل. ظاهر لهلأ أنت ما عم تقدر تفهمني جابر. بالنسبة إلي علي أغلى من أبي ومن أي شي تاني بالدنيا، وما بخاف من حدا، وما رح أسمح لك ولا رح أسمح لحدا يبعدني عن ابني. إذا اضطريت أنا مستعدة إني أقتلك هون جابر.